بعد مد المهلة لام 30 من يونيو. شروط تقديم طلبات التحويل لحاجز الإسكان: يشترط عدم استرداد العميل مقدم جدية الحجز. نظرا للإقبال الكبير من المواطنين على تقديم طلبات التحويل لحاجز شقق الإسكان الاجتماعي، أعلن عاصم الجزائر وزير الإسكان ميد فترة قبول طلبات التحويل لحاجزي الإسكان الاجتماعي ممن هم خارج الأولوية المدن المراكز التي لا تتوافر بها وحدات سكنية حاليا أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي المنخفض الدخلي، وذلك حتى نهاية يونيو المقبل بدلا من انتهاء فترة تقديم طلبات التحويل نهاية يونيو الجاري. ويم تقديم طلبات التحويل للعملاء الحاجزين بالإعلانات التالية: الإعلان الثامن الكراسة الحمراء مراحل التشطيب الزرقاء تحت الإنشاء، الإعلان التاسع الإعلان الحادي عشر الإعلان الثاني عشر الإعلان الثالث عشر الإسكان القومي من 2005 على 2009 النقابات محدود الدخل. وتعد هذه الفرصة الأخيرة والنهائية أمام الحاجزين للتحويل، وعدم التحويل خلال الفترة المحددة يعد عدولا عن الاستمرار في الحجز. شروط تقديم طلبات التحويل: تزامنا مع ذلك يتساءل عدد من المواطنون الراغبون في تقديم طلبات تحويل ممن هم خارج الأولوية عن شروط تقديم طلبات التحويل. وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي، تتمثل شروط تقديم طلبات التحويل للمشروعات المتوافر بها فائدة وحدات، وأن تكون الوحدة بنفس السعر سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المقدم عليها، كما يشترط انطباق شروط الحجز على الحاجزين. ويشترط أيضا عدم استرداد العميل باسترداد مقدم جدية الحجز أو يكون قد سبق التخصيص له أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المقدم عليه. تسهيلا على المواطنين، نشر صندوق الإسكان الاجتماعي فيديو توضيحي يوضح بصورة دقيقة وشاملة كيفية تقديم طلب التحويل عبر القناة الرسمية للصندوق على موقع يوتيوب http://youtube.com/mfig. خطوات تقديم طلبات التحويل: أما خطوات تقديم طلبات التحويل تتمثل في دخول الحاجز على مركز خدمة المواطنين عبر الرابط
http://cservice.maff.gov.eg واختيار طلبات بموقع مركز خدمة المواطنين والضغط على طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية. ثم يتم تفعيل الحساب وإدخال الرقم القومي لصاحب الطلب وكلمة السري، وبعد الموافقة على الشروط والأحكام والإطلاع على شروط الإقرار، يتم تحميل نموذج الإقرار بالضغط على زر هنا لتحميل الملف. ويجرى تحميل نموذج طلب التحويل وتحريره بخط اليد وإعادة تحميله مرة أخرى، وبعد قبول الطلب من جانب الصندوق يتم التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل 35 جنيها تحت مسمى خدمة طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية بواسطة صاحب الطلب.